خمسنا اللي عنده خصوصية ورمزية خاصة. الخصوصية هو أنه مصنع ذات آخر تكنولوجيات في البسكويت اللي غيشغل إن شاء الله 700 مغربية ومغربي. كاين استثمار جديد اللي غنضيوه إن شاء الله اليوم مع الشركة من أجل إنتاج وتطوير الاستثمار ب 170 مليون درهم وخلق 400 فرص شغل إضافية. الرمزية اللي عنده هو أنه شراكة بين منتج مصري وموزع مغربي. الموزع المغربي اللي كان كيستورد المنتوج من المنتج المصري ويوزعه في المغرب، اليوم هاد الخبرات بجوج عملوا شراكة وطوروا مصنع جديد اللي غيشغل 700 مغاربة و 400 إضافيين، يعني 1100 منصب شغل من أجل تسويد السوق المحلي والسوق الأجنبي إن شاء الله.